احنا معانا كمان الاستاذ وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثه. مساء الخير استاذ وليد. اهلا اهلا، مساء الخير استاذ ديما. الاحزاب على اختلاف رؤاها واختلاف توجهاتها، الكل مرحب بحوار وطني. في وجهه نظر حضرتك، ايه اللي كان ناقصنا ما بيحصلش من خلال المجالس النيابيه والعمل الحزبي والعمل العام اللي موجود على مدار السنه، وايه اللي حضرتك متوقعه من الحوار الوطني؟ والله يعني انا عايز ابتدي نقطه حضرتك. يعني اولا ان احنا بدايه الحوار الوطني ده مش معناه ان احنا في ازمه، بالعكس ده دليل على قوه الدوله، وان الدوله ابتدت كمان تنظر الى استكمال العمليه السياسيه في مصر. وجود احزاب موجوده، وجود احزاب مواليه، وجود المعارضه على الارض، ده هيدي قوه لمصر، هيدينا قوه سياسيه، قوه اقتصاديه، قوه في كل حاجه، ان احنا نستكمل العمليه السياسيه في مصر. ومفيش حد بينجح حضرتك لو هو بيتكلم لوحده، لازم يكون في النهارده حضرتك بتعرضي وجهه نظر ويكون في وجهه نظر اخرى. ده حقيقي. فده يعني ده شكر كده للدوله بدايه، وشكر ست الرئيس طبعا ان هو ادى الفرصه للحوار الوطني اللي موجود، وهو حوار ان شاء الله هيكون حقيقي نسمع لبعض فيه. ودي اهم نقطه في الحوار الوطني، ان لا يكون انا عندي اجنده ولا المعارض عنده اجنده لا انا اعترض، لا احنا عايزين يبقى فيه ان احنا نعرف نتكلم مع بعض، نعرف نسمع بعض، وينتهي الموضوع ان احنا نطلع بنتائج قدام الشعب ويشوفها الشعب ويشوف الوجهتين النظر، وجهه النظر المواليه ووجهه النظر المعارضه، والشعب عليه يقرر ويشوف. واخد بال حضرتك؟ فده يعني احنا شايفين ان دي فرصه يعني مش هتتاح كتير، ولكن فرصه جت النهارده ان احنا نبقى عندنا عمليه سياسيه متكامله في مصر. طبعا دكتور وليد، انا كمان عايز اسال، بالتاكيد كل حزب عنده اجنده اولويات، طبعا حضرتك ايه ايه الحاجه اللي حضرتك تسميها رقم واحد في اولويات حزب مصر الحديثه على مائده الحوار الوطني؟ والله بصي حضرتك، حزب مصر الحديثه بيقترح ثلاث محاور. ليه؟ لان احنا لو اخذنا المحاور كلها حضرتك واتكلمنا في كل شيء ممكن ما نصلش لحاجه خالص، انما احنا عايزين ناخد محاور اساسيه اللي من بعدها نقدر نستكمل في المحاور الاخرى، وهي الاول المحور السياسي حضرتك. لازم ان احنا النهارده نتحاور سياسيا عشان نعرف بعض، نعرف بعض الموالي والمعارض والاحزاب المختلفه تعرف بعض والقوى السياسيه تعرف بعضها. فلازم يكون في ان احنا نتفق على طريقه حوار وطريقه مبادئ، طريق كده خريطه طريق للحياه السياسيه في مصر. فالنهارده موضوع حضرتك ان احنا يكون عندنا محور سياسي، ده نقطه اساسيه. بعديها حضرتك في نفس التوقيت ومستكمل بيها المحور الاقتصادي. لازم يكون عندنا محور اقتصادي حضرتك محترم ننتهي بيه كاقتراح حزب مصر الحديثه، ان احنا نصل الى يكون عندنا مجموعه مكونه من المعارضه ومن الاحزاب المواليه ومن الشخصيات في مصر كلها، ان يبقى في زي لجنه اقتصاديه في مصر تضع خطه اقتصاديه لمصر مده 10 سنين قدام. بالظبط، واخد بال حضرتك؟ انا بشكرك. وبالتاكيد هو في، هو كلام حضرتك مهم. ليه؟ لانه ما هو في مفكرين اقتصاديين وفي اساتذه وفي ناس شغال، فهي القصه انه كمان نستمع لمزيد من الاراء، لانه قد يكون هناك ما يصنع تغيير حقيقي زي ما حضرتك، سواء كان حضرتك موالي او معارض او حتى حضرتك خبرات اجنبيه كمان تقدر انها تدعم القرارات دي، وده هيساعد حضرتك في ان احنا نزود استثمارنا داخليا وخارجيا. بالتأكيد. فبالتالي احنا محتاجين حضرتك اقتصاد، ومحتاجين كمان حضرتك محور اعلامي اللي هيقدر يخدم على كل ده. غير كده حضرتك دول نبتدي بيهم كفايه. طبعا، والتركيز على الثلاث نقط دي مهمه جدا. انما هنفضل نتكلم في كل شيء مستحيل. مستحيل حضرتك في بلد في العالم هتقدر تفتح كل الملفات في وقت واحد. بالتأكيد. احنا عايزين نصل لحاجه حضرتك. ان شاء الله هيبقى في حوار هايل، وان شاء الله نصل لشيء محترم باذن الله. ان شاء الله. دكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثه، والكلام عن المجال العام والسياسه، الاقتصاد والاعلام والطرح الاعلامي لكل هذه الموضوعات. بالمناسبه دايما هتلاقوا كده انه الشخصيات الحزبيه تتكلم عن اهميه وجود المعارض. بالمناسبه حتى الاحزاب
المؤيدة للسرطة، هتلاقي بتتكلم عن أهمية المعارضة، لأنه ببساطة جدا أنت مهما كنت شخص عظيم ومهم وشاطر وبتعمل شغل حلو، وده اللي احنا شايفينه في مصر، كل الشغل الجميل الحلو تلاقي نفسك مبسوط جدا بيه وعندك وجهة نظر، فرحان بإنجاز حصل وعندك أسئلة، هو ده ليه حصل كده؟ هو ليه ما حصلش كذا؟ السؤال ده بقى هو شغلة المعارضة، ليه حصل بالطريقة دي؟ وليه ما حصلش بالطريقة التانية؟ وليه ما حصلش زي ما أنا قريت على الفيسبوك؟ وليه ما حصلش زي ما الناس بره مصر بيقولوا؟ وليه بيقولوا علينا كذا؟ كل الأسئلة دي إذا طرحت خارج مائدة وطنية تبقى خطر، لكن لو طرحت في مائدة المحبين أو مائدة وطنية داخلية، جبهة داخلية حقيقية، تبقى أنت بتعمل تقدم حقيقي في الحياة السياسية في مصر.